إذا على بركة الله وحفظه وتوفيقه انطلق الشوط الرابع عشر في هذه اللحظات شوط القعدان المحليات الأصايل. نتمنى لكل المشاركين التوفيق من خلال البحث عن الناموس والانتصار في هذه الأشواط الجميلة في يوم الإذاع، وقت الاستمتاع على أرضية ميدان الظفرة ضمن هذا المهرجان. نتعرف على هذه الأسماء المنطلقة بداية بالمركز الأول. شاهين يحتل المركز الأول في هذه اللحظات. إذن البداية والصدارة شعار أحمد بن خلفان أو خلفان بن أحمد بن خميس بن صوي على الصدارة مقدما انطلاقة شاهين يتواجد بصدارة الشوط. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني، عزام عبد العزيز بن حمد بن حمدان الوهيبي، بينما المركز الثالث مخلاب سيف بن سهيل بن خيرة العفاري. ننتقل مباشرة إلى المركز الرابع ونجد في هذه اللحظات غيار وسيف بن عبيد بن حلوس العامري يتابع انطلاقة غيار في هذا التحدي، نتابع الوصول ايضا الى خامس المراكز. وصل حملون سالم بن راشد بن عبد الله الدرعي ويتدخل من الجانب الاخر الى سادس المراكز. ياتي ايضا سعود فيصل بن راشد بن طالب بن شريم المري يتابع ايضا سعود، واداء سعود في هذا التحدي واللقاء الكبير نقلة مشاهدين الاعزاء. هذا اللي تدخل في هذه اللحظات وانطلق من رقم 9 يتواجد مسلم بن ناصر ومسلم المزروعي. يا سلام يا سلام، ومن الجانب الاخر الحضور من حبشان مرشد بن بخيت بن سيف المرر يتواجد مقدمين انطلاقا حبشان، بينما تاسعا يتدخل في هذه اللحظات وينطلق. يا سلام محمد بن سيف بن طناف الراشدي يتابع هذا الشعار. حفلنا الكريم نعود إلى مقدمة الشوط لكي نتابع البداية بعد ما تعرفنا على هذه الأسماء المنطلقة. بداية بالمركز الأول، هذا هو شاهين يتواجد خلفان بن أحمد بن خميس بن صويلح الهاملي وشعار منصور بن بخيت بن ذيبان على ظهر شاهين يتواجد في هذا التحدي ممثلين هذا الميدان ممثلين منطقة الظفرة، بينما ثاني التحديات ما شاء الله يتواجد سعود. أتمنى له السلامة بإذن الله رغم الظروف التي يعاني منها. يحتل المركز الثاني سعود فيصل بن راشد بن طالب بن شريم المري، بينما أتابع أيضا شره قادم شره متواجدا في المركز الثالث بشعار محمد بن سيف الراشدي يتواجد بن صبيح يتابع شره في هذا التحدي، بينما نتابع الوصول في رابع المراكز أصبح من نصيبه عزام عبد العزيز بن حمد بن حمدان الوهيبي ينطلق في رابع التحديات، بينما المركز الخامس يتواجد ايضا الصاروخ وخميس بن عبيد بن سالم الراشدي يقترب بالصاروخ في هذا الشوط. الله يا سلام، بتابع وابل انضم وابل تدخل الى سادس المراكز. احمد بن سلطان بن رشد السويدي يتقدم مع وابل، ياما وياما قدم العروض الكبيرة هذا الشعار متواجدا. مقدمين وابل يبحثون عن نقطة إضافية من خلال شعار بن رشيد السويدي. وتابع النزول وتابع الدخول، الأسامي بدأت تقترب والشعارات بدأت بالوصول من حيث هذا التحدي واقترابنا من هذه الخطوط الجميلة. مخلاب وسيف بن سهيل بن خير العفاري تدخل نحو هذه الصفوف. يا سلام، والمركز الثامن أصبح من نصيبه إشعار مسلم بن ناصر بن مسلم المزروعي، وتوسع المراكز. يا سلام، الشرس قادم ناصر بن قريع بن روس العامري، ومن الجانب الآخر وصل في هذه اللحظات مرشد بن بخيت بن سيف المرر بدأ يزاحمهم بحبشون يتدخل مرشد
بوب خيت وتابع الكايد ناصر بن معيوف بن سرحان الدرعي. الله 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 ان سألتوا عن موقعنا بوابة الظفرة جسر العبور الكيلو والميتين ما شاء الله الاسامي تحلق وتجنح على مقدمة الشوط في هذا التحدي بحثا عن ما هو جديد في هذا الموسم من خلال التحديات في هذه الاصايل. الكيلو المتر الاخير يا خوي منصور يا من تتابع يا من تراقب. الله 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 شاهين لا زال يتزعم من بداية الخمسة الكيلو المترات يقود سكان المقدمة يقود المقدمة على البداية. الله خلفان بن احمد بن خميس بن صويلة الهامري ولكن الدخول الله يا عزام غير عزام عبد العزيز بن حمد بن حمدان الو هيبي وبن رشيد قادم بن رشيد في المركز الثالث مشاهدين الاعزاء يتدخل يقدم وابل احمد بن سلطان بن رشيد السويدي. شوف شوف الاقتراب شوف التحدي الكايد ناصر بن معيوف بن سرحان الدرع انطلق الى ثاني المراكز ومن الجانب الاخر الصاروخ خميس بن عبيد بن سالم الراشدي. نعود الى البداية الى المقدمة الى بداية المركز الاول تابع الرقص تابع الاداء ما شاء الله يا عزام عزم عزم على الصدارة عزام في المركز الاول عبد العزيز بن حمد بن حمدان لو هيبي ولكن الملاحقة والقوة من الحذر 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 بالضغوطات بالضغوطات الكبرى من الحذر علي بن محمد بن سعيد الخاطري ولكن عزام عزام الفوز عزام الانتصار ما شاء الله ابناء السلطنة ابناء السلطنة ومشكور يا شعار الظبي صاحبة الرمز مشكور المهندس مشكور مع هذا الفوز والانتصار ما شاء الله عزام عبد العزيز بن حمد بن حمدان الوهيبي المركز الثاني الحذر علي بن محمد بن سعيد الخاطري ايضا ما قصر المركز الثالث المركز الثالث مشاهدينا الاعزاء الكايد ناصر بن معيوف بن سرحان الدرعي ورابعا وابل في المركز الرابع احمد بن سلطان بن رشيد السويدي وخامسا ايضا حملول سالم بن راشد بن عبد الله الدرعي. شاهدنا هذا الشوط وفعلا عزام عزم بالسلامات لابناء السلطنه من خلال هذا الفوز وسلامي لكم يا اهل الدريد سلام من وين ما يسكن عبد العزيز بن حمد بن حمدان الوهيبي من قدموا عزام ليخطف اضواء الصداره يتوج بطلا في هذا الشوط. سلام 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 يا الوهيبي سلام. نشوف التوقيت الزمني لحظة فوز عزام وانتزاعه لناموس هذا الشوط بالأداء الكبير اللي قدم من خلال انتصاره مع الفوز والزعفران. هذه اللقطات البطيئة والعودة أيضا إلى التوقيت الزمني. هذا هو عزام تشاهدونه على شاشة التلفزيون 7:49 وتسع أجزاء من الثانية. سلام الوهيبي سلام وسلام يا المهندس سلام. المركز الثاني المركز الثاني الحدل شعار علي بن محمد بن سعيد الخاطري بالتوقيت زمن 7:51.2 من الثانية. المركز الثالث ايضا الكايد ناصر بن معيوف بن سرحان الدرعي توقيت الزمني 7:54 وفان وتمام تهانينا والناموس جميع الفائزين.